السلام عليكم ورحمة الله. أخي عبد الحميد، سلام عليكم. السلام عليكم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟ أهلا بيك. انا كنت عايز استشير حضرتك في امر زواج. تأمرني. الامر اللي ربنا بارك لك مهم جدا، وكنت محتاج الفيصل بتاع حضرتك لان هيبقى الفيصل النهائي في الموضوع. اتفضل يا حبيبي، ربنا يقدرني يا رب. انا كنت يعني كنت بحب بنت بقالي لحد دلوقتي 8 سنين ونص او 9 سنين، تمام. وكنت تقدمت لوالدها من حوالي 7 سنين او 5 سنين او اكتر شوية، تمام كنت صغير في السن شوية، تمام ولكن ما حدش من اهلي وقف جنبنا يعني، ففضلت يعني مستمر على التواصل انا وهي. وبعد ما خلصت الدراسة وربنا كرمني واشتغلت وبقيت كويس جدا ومقتدر، رحت لوالدها من ورا اهلي برضو، وتعمدت ان اوفق الاسرتين مع تمام بعض كويس تمام، وقلت ما ينفعش نضيع عمرنا تاني، كويس وتوكلت على الله ان احنا ايه ربنا يكرمنا يعني. كويس وانا قعدت الاسرتين مع بعض وتمام، وكلهم اتعرفوا على بعض. الحمد لله. يعني انا الحمد لله شغلتي محترمه جدا، الله يبارك. وانا اصلا مهندس نظم معلومات، ووالدي راجل محترم وكان منصبه كويس، واخواتي وكلنا، ما شاء الله. وهي والدها سواق، ويعني واخواتها يعني ايه متعلمين على قدهم وكده، هم ناس من ايوه بلد قبل اسكندريه كده تمام. ايوه ايوه ولكن بعد ما تم التوافق وسألت على الناس، لقيت الأب يعني سمعته مش قوي والإخوات يعني، ولكن هي بدون ما أسأل عليها بالاسم الناس كلها شكرت لي فيها شكر قوي جدا الحمد لله يعني، الحمد لله ساعتها حسنة جدا جدا جدا. تمام. ولكن في الاتفاق أنا أعرف إن البلاد ديت بيبقى عندهم عادات أو تقاليد في الاتفاق حاجات معينة، فأنا قلت في الاتفاق بين يعني الأسرتين انا وهي مش مهم هنتفق على ايه، المهم انا عايز اكسبها وبس، طيب. ولكن يبقى الوضع هنا وسطي يعني، نتفق على اللي نقدر عليه ونتراضى احنا الاثنين. تمام. ولكن بعد ما اتفقنا وقلنا تمام، قلت لوالدها انا هقول لك اللي المفروض انت اكبر مني تقوله لي، هل انت راضي بالاتفاق؟ قال لي اه. قلت له في شيء مزعلك عايز تشيل حاجه من الورقه او الاتفاق؟ انا اشيله قول لي. قال لي لا تمام. طب الحمد لله. وهنا الفتح على ذلك واتفقت، كويس لان انا بنظام شغلي بكون منظم قبلها بفتره على يوم اجازتي. ممتاز. ولكن بعدها بفتره حصل خلافات، ولقيت البنت بتكلمني وبتعيط، وهو بيحاول يعمل اي مشكله عشان يخليني ما اخدش البنت. اللي هو ابوها؟ ابوها. طب ليه يا حبيبي ليه؟ مش عارف يا فندم. لا يعني ابوها مع وامها ان واخواتها. المفروض يا استاذ عبد الحميد، يا باش مهندس، مع ان المفروض هم يشرفوا بيك يا حبيبي، يعني انا كنت افهم ان والدك هو اللي ممكن يعاصلك في القصه دي، والله والكفاءه اللي ومش حصل عكس الكفاءه. ذلك، والله انا مستغرب. انما انا بس عايز افهم، الله يكرمك، عايز افهم. تمام. لو انت مش قادر تقول لي السبب ممكن تاخد التليفون وتكلمني، انما بالتاكيد ما الذي يجعل هذا الاب، والله ما في سبب غير ذلك والله العظيم. لا يعني اصل انا لو مكانه، ده فرصه مهندس زيك وفي منزلتك واسره كريمه واحنا اقل من كده بكتير، كنا ما هنصدق يعني. والله العظيم ما في سبب غير ذلك. طب يعني السؤال انا هنا ايه حتى يا حبيبي؟ سؤالك هنا قلت ايه؟ له انا سؤالي هنا يعني انا كان في ولد زميلي قال لي تمام البنت كويسه والاهل مش كويسين، او هو بيعلق على شيء او عايز يشيلك بقيه الحاجه يعني، هو حتى في الاختلاف حتى ان هو يجيب حاجات بسيطه وانا اشيل بقيه الحاجه. انا قلت مش مشكله لان انا شايل ربنا البنت، يكرمك، حتى ربنا لو هاخدها يكرمك. بس انا كفيل بيها. طيب. ولكن هو بيحط عقبات، وتدخل رجل الرئيس في الموضوع كبير في السن وكلمني واعتذر لي وقال لي، لان كان ابوها كلمني وقال لي انا مش عايز حاجه، مش عايزك تيجي تاني ومش عايزك، وانسى كل الاتفاق. طيب. فالراجل الكبير لما اتدخل قال لي انا عايز احل الامر يا ابني وعايزين نقعد معاك طيب. تاني. طيب. فهل اروح لوحدي ونتفق واوافق، ولا ابعد زي ما زميلي قال لي لو البنت حسنه والاهل مش حسنين ابعد؟ طيب انا يا محتاج حبيبي، الفيصل لحضرتك بجد. سؤالك واضح يا باشمهندس، وانا ان شاء الله هجاوبك يا حبيبي. حاضر. عينيا الاثنين. ابتدي الاول، ربنا يا رب يكرم، اللهم امين، بابننا الباشمهندس عبد الحميد، يكرمه ربنا، اللهم امين. الحاله علي صاحبك وصديقك او زميلك بيشير الى حديث هو ضعيف سندا، وبالتالي مش معمول به في الاحكام، اياكم وخضراء الدمن. ده حديث بس ضعيف وشديد الضعف كمان بعد وصول الوضع كمان. اياكم وخضراء الدمن. قالوا من هي خضراء الدمن يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال المرأة الحسناء في المنبت السوء. المرأة الحسناء في المنبت السوء. المنبت العيلة والأصل السيء للأسف. طب هل نعمل بهذا الحديث الإجابة؟ لا ما نعملش به.
ليه؟ لأنه ضعيف. وقد يكون الحسناء الجمال مش الحسناء خلقا. أنا رأيي الحقيقة يا أخي باشمهندس عبد الحميد ربنا يكرمك، إنه إذا كانت البنت تستحق التضحية فضحي لأجلها، ربنا يا رب يكرمك. إذا أنت فعلا شاعر من خلال حبك ليها السبع ثمان سنين دول، ده عمر، ومعاملتك ليها خلال هذه الفترة، إذا كانت البنت تستحق أن تضحي لها فضحي، وروح لأبيها وشوف هو عايز إيه، وخد معاك المأذون واخلص واكتب الكتاب، والباقي سهل وربنا يعينك. إنما إذا كانت البنت يعني لا تستحق كل هذا العناء، يبقى ما فيش داعي، الله يكرمك. وأنا الحقيقة يعني كنت منتظر في مثل هذه الأحوال يا سادة، اللي بيبقى معترض هو أبو الولد، يقول لك وأنا ليه أروح أحط إيدي في إيد راجل أقل مني، أقل منه بقى مستوى ثقافي، أقل منه مستوى اجتماعي، أقل منه مستوى اقتصادي، لك أنا ليه أحط إيدي في حد أقل مني؟ أنا عايز أسرة أتشرف بيها. أو ما إن الأب ربنا يكرمه، أبو المهندس عبد الحميد وأمه ما اعترضوش، كتر خيرهم، ناس متفاهمة وناس عاقلة جدا وبحييهم على ده. يبقى أنت الله يكرمك لو البنت تستحق خلقا وأدبا إنك تضحي لها، روح واقعد معاه تاني وتعال على نفسك، الله يبارك لك حبيبي، وإن شاء الله يوفقك ربنا. إنما لو لم تكن تستحق هذا، وأنا شايف الحال إنك أنت ميال ليها، وما فيش مانع أبدا إنك تروح وتستعين بالله، وإن شاء الله هذه البنية تحفظ لك هذا الأمر وهذا الجميل، وتنتشلها من هذه الأسرة السيئة. فيما إذا لم تكن سمعة الأب وسمعة أولاده الآخرين غيرها سوف تطالك أو تطال أولادك، ودي مسألة في غاية الأهمية. إذا كانت سمعة الأب وسمعة الأولاد غير هذه البنت لمخواتها، ستطالك أنت وتؤثر عليك وعلى مركزك الاجتماعي أو الأدبي أو الوظيفي، أو تؤثر في مستقبل أولادك. إخوالي مين؟ هل خريج سجون؟ أرباب سجون زي بيقولوا، أرباب سوابق، خريج سجون ولا إيه بالضبط؟ راجع القصة ده الله يكرمك، مهمة جدا. تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. والخلوالد يعني في مقام الوالد، جايز يكون الحديث تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس أيضا فيه ضعف، لكن يعني حتى لو ضعيف ممكن نعمل بيه ونستأنس بيه، والواقع يؤكد ده. مرة تانية حبيبي الله يكرمك، إذا أنت مشكور يعني بتثق في رأيي، إذا لم تكن سمعة الأسرة هتؤثر عليك وعلى مركزك الاجتماعي وعلى علاقة أولادك في يوم من الأيام بأخوالهم وجدهم لأمهم، إذا كانت سمعتهم يعني يدوب على قد العيلة والأسرة كده وخلاص، ده ناس مثلا بخلة ولا ناس وحشين ولا مش مؤدبين تعدي، إنما بتوع مخدرات ولا مش عارف بتوع سوابق ولا الكلام ده كله، يبقى ساعتها لأ، الله يكرمك ويهيئ لنا ولك الخير، اللهم آمين.